مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم مع وصفة جديدة من مطبخ ناهد فاروق. النهاردة هنعمل مع بعض جبنة كريمي بالقشطة اللي كلنا بنحبها قوي، بيحبها الكبار والصغيرين، وبنشتريها بتمن غالي من الهايبرز والماركتس. هنعملها النهاردة باوفر سعر، هنعملها يعني مش هتتخيلوا، كيلو حليب هيعمل معانا كمية كبيرة قوي، هتقعد معانا فترة في التلاجة. كمان هقول لكم ازاي تحصلوا على القوام اللي هو بيبقى خفيف معاكم سايل، والقوام اللي بيبقى سميك كده زي ما انتوا شايفين كده، بيفرد في الساندويتش معانا وبتدي كمية وفيرة خالص خالص، يعني نص ملعقة كده زي ما انتوا شايفين هتفرش معايا الساندويتش كله، بتعجب الكبار والصغيرين. يلا بينا نبتدي وصفتنا مع بعض. معانا كيلو من الحليب حطيناه في حلة على النار، وهنستنى لما يبتدي يغلي. بس قبل ما يغلي هحط عصير نص ليمونة، يعني نص ليمونة هعصرها وهحطها على الحليب وهفضل اقلب. ممكن تحطوا نص ليمونة وممكن تحطوا ملعقتين كبار من الخل. لو حطيتي نص ليمونة وما ربطش معاكي الجبنة وما قطعتش وما تكونتش زي ما هتشوفوا دلوقتي، ممكن تضيفوا عليها على النار كمان ملعقة من الخل، يعني يا اما تحطوا خل يا اما عصير ليمون. ولو ما ربطش من عصير الليمون ممكن تضيفوا عليه ملعقة من الخل، اللي يريحكم. انا بديكوا كل الاختيارات عشان ما تتخضوش وتفتكروا ان الوصفة باظت منكم. هبتدي اجمع كده واقلب بالملعقة لغاية ما تبتدي تتجمع معايا يعني قطع كده زي الكور من الجبنة، هي دي اللي احنا هنعمل بيها الجبنة الحلوة بتاعتنا. انا بفضل اشيل كده الجبنة اللي بتتكون على حواف الحلة، وبفضل اقلب كده على نار هادية خالص بالملعقة لغاية ما يفصل معايا اللبن خالص خالص ويبقى بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. خلاص كده فصل معايا لغاية بصوا الشكل اللي انا عايزاه هو ده بالظبط. هبتدي اشيله كده من على النار وهو سخن كده بسرعة بسرعة، هعمل الخطوات دي قبل ما تبرد معايا الجبنة عشان ما تنشفش، وهصفيها زي ما انتوا شايفين بالمصفى، بضغط عليها ضغطة خفيفة بالسباتيولا عشان تنزل السوائل. تمام كده زي الفل. هجيب بقى الخلاط بتاعي واحط فيه كمية الجبنة اللي طلعت معايا، وهضيف عليها حوالي ربع ملعقة من الملح، حطوا الكمية اللي بتحبوها بس ما تكتروش. كمان هضيف 3 قطع من الجبنة المثلثات، حطوا الطعم اللي انتوا بتحبوه لان الطعم ده هو اللي هيكون متوقف عليه المذاق بتاع الجبنة. انا حطيت كمان حوالي ربع كوباية من الزيت، وهنا في الخلاط ببتدي اشغله واضرب وانزل بخيط رفيع خالص من الزيت. طبعا اهم حاجة الزيت يكون ملوش ريحة او ريحته كويسة، تكون جودته عالية جدا الزيت، ما ينفعش احط زيت من زيت القلي او زيت ريحته مش حلوة هيبوظ لي الجبنة. ده الشرش اللي طلع معايا او المية اللي طلعت معايا اللي صفيتها من الجبنة، هضيف منها حوالي نص فنجان، ما تزودوش كتير منها. بصوا النص فنجان هيخلي القوام حلو معاكم، لو انتوا عايزينه يبقى يعني ليكويد شوية او سايل شوية ممكن تحطوا فنجان الا ربع، بس ما تكتروش اكتر من كده. طبعا وانا بضيف السوائل دي هفضل اضرب كده اشغل الخلاط، وهفضل مشغله فتره. الزيت ميزته ان هو بيديني اللمعه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، وكمان هو اللي بيكون عامل الربط معايا في الجبنه، يعني لولا الزيت الجبنه مش هتبقى بالقوام الحلو الجميل اللي احنا بنشوفه طبعا في علب الجبنه الكريمي. بفضل اضرب فيه كده يا جماعه لغايه ما احصل على قوام حلو واحس ان الجبنه كلها بقت بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى قوامها كده ناعم جدا جدا زي ما انتوا شايفين، هو ده القوام اللي احنا هنحصل عليه. هنزلها طبعا في الجبنة في علبة الجبنة اللي انا هحفظها فيها في التلاجة او في برطمان ازاز اللي يريحكو. هنزل كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين، وهديها خبطتين ثلاثة كده على الرخامة عشان تطلع فقاقيع الهواء اللي جواها. هغطيها كويس خالص كده وهحفظها في التلاجة، وبعد ساعتين هتطلعوها هتلاقوا القوام حلو بتاعها وتقل معاكو القوام ده اللي انتوا شايفينه ده قبل ما احطها في التلاجة شوية، وهتلاقوني طلعتها بالقوام اللي هو بعد ما حطيتها في التلاجة بساعتين.
بتمنى لو عجبتكم الوصفة تدعموني بلايك وشير عشان اكبر عدد من الاصدقاء يستفيد من وصفاتنا، واتمنى تشتركوا كلكم في قناتي على اليوتيوب اسمها مطبخ ناهد فاروق. كنت مبسوطة قوي معاكم النهاردة، وبإذن الله نتقابل تاني في وصفات جديدة من مطبخ ناهد فاروق.